حركة غريبة من بيزن إسماعيل تلفت إليها الأنظار، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع بيزن إسماعيل التي قامت بالأمس بمتابعة كل الصفحات التي تحمل اسمها فقط بيزن إسماعيل، وقامت بوضع لهم لايكات مؤكدة أنها لا تريد تصميم تجمعها مع أنس الشايب وتساند فقط الصفحات الخاصة بها. أما أنس الشايب فما زال يضع لايكات للجميع بدون استثناء على كل الصفحات سواء كانت خاصة ببيزن أو خاصة به، وعلى الأغلب فأنس لحد الآن لم يستطع تخطي بيزن إسماعيل وما زال يحبها، فهل سنرى عودتهما قريبا؟ رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أيضا أعلنت لنا محمد بالأمس عن استرجاعها لصفحتها على الإنستغرام، فألف مبروك للانا. ننهي فقرة الأخبار بستوريات قمر الطائي.